كنا نستخدم أولي حطب ونحط نايلون على الحطب، كان طعمة الفلافل أو المقالي أو شيء يعني تتنكه نكهة الحطب، وحتى حطينا هدومنا وحطينا كل شيء تعيش على الحطب. وسع اختلف الوضع، صرنا على الغاز الحمد لله رب العالمين. موضوع الحلاقة صرنا نعاني منه، من صالونات الحلاقة فقدت شفرات أبسط المقومات، الكهرباء ما بي، شفرات حلاقة ما بي، وكريمات مرطبات الشعر وكل شيء مرطبات البشرة وكل شيء مو موجودة. فلما فتح الجيش الطريق ووصلت الكريمات وهاي رجعنا، جيت طبعا جيت لتستعيد شوي بشرتي، هذا مو وضعنا يعني قبل الحصار. أول مرة أكل جائز أنا الآن صار 3 أيام نازلون على المدينة، صار لي 4 سنين ونص ما أكل ولا لجاج ولا البطاطا نشوفها بس قليل الحمد لله من الجيش العربي السوري، طبعا يجيبوننا دعم إنه ما تبقى. وإحنا أيام الحصار ما كنا لا البطاطا ولا الدجاج ولا نعرف، كنا عايشين على الخبز اليابس وصمدنا رغم هالشي، كنا محاصرين من 4 جهات.